المايك بيخرب، المايك المايك بيخرب. ويلا تسير رتب الشنط ان شاء الله، وجهه ثانيه ورايحين نشوف نعيش تجربه ثانيه. الان احنا وين رايحين ان شاء الله يا ابو حسين؟ ترولي. ترولي. عبد الله وين رايحين؟ ترولي. ناصر؟ ترولي. اقليم تيرول. قلنا قبل لا نروح الاقليم تيرول، قلت يا عيال عندي لكم مكان نهر وجلسه فيها براد شاي بعد الفطور، قالوا تم. ناصر حبيبي انت من المويه بارده جدا، وبعدها نتوكل على الله سبحانه. وين؟ لاقليم تيرول. اللي اني خلص ابو حسين الشاهي في تحدي. احنا الان عند النهر ذا، درجه الحراره فيه، درجة حرارة الموية. عبد الله كم درجة حرارة الموية هنا؟ 70 تحت الصفر. 70 تحت الصفر. لأن نازلة من نازلة من الجبال كلها ثلج. طيب المقياس اللي قست بالموية وينه؟ موجود صح؟ طيب عبد الله في تحدي، أنا التحدي هو يلا ننزل في الموية. حلو. اللي يبقى وقت أطول المهزوم الثاني ينزل وجهه في الموية 5 إلى 10 ثواني. أوه. تمام؟ رجول أوكي، وجه بارد. تمام؟ تمام. تقبل؟ أقبل. مشينا. أبدأ، أبدأ الوقت. بدأ. بسم الله. امش. تحدي تحدي، والتحدي يبي شجعان. شجعان. يلا أصمل. 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 أنا صامل والله. أصمل. أنا أعتذر. أنا أعتذر، أنا أعتذر والله. والله بتحط وجهك والله. والله. بارد. والله بتحط وجه، والله بتحط. تراك مهزوم. تراك مهزوم. 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 كيفك؟ بارد. كيفك؟ تصمل كيف؟ كيفك؟ أنا صامل. أرجو صناعية. تعال لا باقي. أنا بحط. بحط. يلا. خسر التحدي. بارد دقيقة بارد. يدي يدي. قسما بالله ما أمشي لين ينزل وجهه في الموية. يقول يدي تضيمني، نزلت بيدك كل رجلك. سلامات شيك. والله وقفت. وقف. طب الشحن، طب الشحن. يلا عبد الله. يلا الان وش تبغى؟ حب وجهك كامل. 5 ثواني. والله انت تنقعه. ايوه اغسل وجهك. تنقعه. كيف انقعه؟ طيب ولا ليش؟ قم قم سريع. طيب يا رجل. ها؟ والله يبارك. يلا. اوه بارد والله. والله بارد. انا طالب كيس زياد. والله انت تنزل. لا والله والله مدبل. والله مدبل. انزل بوجهك. ما اقدر. والله انت تنزل. المايك بيخرب، المايك بيخرب. المايك بيخرب. عليك. 1 2 3 4 5 اطلع. وجه برد، وجه برد. دقيقة بس. ألو. دقيقة دقيقة. قاعد ايش؟ والله قاعد دفع. قاعد تبخر. عبد الله. بل وجهي برد. اي ورب البيت. وجهي بردان والله. حياك الله حبيبي. تحديات عشان الجن اللي في راسك في العيون. عشان الجن اللي في راسك انت. ليش صورت سنابات وقلت لك قم؟ مالكني بحبه وبان معروفه. وقفنا نعبي. طبعا الخدمة هنا ذاتية في أوروبا كلها، تروح المحطة تشوف الرقم اللي أنت عبيت، هذا B7، وتعبي لنا آخر شيء، بعدين تدخل البقالة أو السوبر ماركت، جاني مرخص حسب طلع، وتقول لهم مثلا B7 كم الحساب، يعطونك. احنا عبينا الآن 7 58 يورو. تغيرت الخطة، كنا رايحين تيرول، ناصر جاب اقتراح. وشو يا ناصر؟ نروح لميونخ. أنا بصراحة متحمس لها الديرة هذه، وتوقعت أنها ممكن تكون ضمن الجدول. بما أن دخلنا ألمانيا بالغلط، كمل يا حبيبي. هذه ميونخ، وهذا سنترها الجميل، وهذه الأجواء الحلوة. ناصر شار علينا بميونخ، وعبد الله شار علينا بهالمطعم العربي، وهذا غدانا بسم الله. تغدينا وجينا نتقهوى في هالكافي اللي قدام هالكنيسة الكاثوليكية، اللي تعتبر من أقدم وأعرق الكنائس في ألمانيا، تعتبر معلم أصلاً. في حاجة أنا ماني عارف وش
الناس كلها اجتمعت الآن هنا هاللحظة. ناصر ايش عندهم مجتمعين الحين؟ قبل شيء ما كان في أحد. هو كل راس ساعة يدق الجرس. يعني اجتمع هذا كله عشان الجرس إذا طنب. بس والله العظيم لحقنا ليل ندور بشنطة ضيعنا وضعنا وطفي جوجل ماب والآن على الفرة. او سي اس او هيلب مي بليز. صدق صدق من عطانا عين بالله كذا يعني بيننا عطوني الصدق في حال ما تعرفون يعني وعثاء السفر هذا هو هذا الآن وعثاء السفر رسميا معكم دفعنا 3200 يلا حصلنا تفضل. نعم تفضل. غرفة واحدة 4 سرة.